السلام عليكم. اليوم جبت لكم ان سالاد الجيريان، سلطه جزائريه سهله في التحضير. الوصفه فيها لوبيا مشطو، لوبيا خضراء نغليوها في الماء والملح، والبطاطا مغليه والبيض مغلي، ونزيدوا لها الطوماطيش والزيتون والبصل، واللي يحب يزيد لها الطون يزيد لها الطون، تجي احسن. لاصوص فيها 2 مغارف زيت زيتون، حبة قارص، مغرفة صغيرة تاع الملح، ونزلت لها مغرفة تاع الماء باش نقص لها القروسية، واللي يحبها قارصة ما يزيد لهاش هذيك المغرفة تاع الماء. ولا ما عندكمش القارص تقدروا تعوضوها بالخل ثاني يجي مليحة. نضربوا مليحة هذيك لاصوص باش يذوب هذاك الملح، وتخلطوا كاع المقادير. هاي وجدة نديروها فوق السلطه تاعنا، وهاد لي سلطات سختو كيما دركا في الصيف ملح بزاف وسهلين في التحضير. ها هي السلطه تاعنا في طبق التقديم. ونجي